بروكولي والأصدقاء مستعدون لمشاركتكم المغامرات من جديد. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتبدأ الحلقة الآن. جاءنا النهار الأمتع، فيه نلعب ونعيد، نهدي فرحا لا يقل هذا الفرح بفرح العيد. هيا هيا هنا أن نلقى بوقت المرح يا رفقة، نبتهج نأكل سويا ولا تبقى. هي مع من نمرح كل مع من نفرح كل مع من نمزح كل كل مع من نمرح كل مع من نفرح كل مع من نمزح كل كل. انظري يا تينكي، أليست جميلة؟ جميلة. مهلا، ستنفد مدخرته. سيارة سوداء بعجلات أشداء تقاد في النهار والمساء توفر العناء. إنها سأقع على الأرض، وجهه منعطفا. انقطعت الكهرباء. ماذا سنفعل الآن؟ أفكر في حل. كدت أفوز عليك. أنا أخاف من الظلام كثيرا. انخفضت طاقتي. ماذا سنفعل يا تينكي؟ حل سريع، سندبر أمرنا بالشموع. علينا أن نفعل شيئاً ما يا أصدقاء. لدي اقتراح، انتظروني دقيقة. هل تعلمون بماذا سنلعب الآن؟ لكننا لعبنا بهذه الكرة صباحاً. سنلعب لعبة أخرى. اسمع، سيبدأ أحدنا برواية قصة ما، ثم سيرمي الكرة إلى شخص يختاره ليكمل من حيث توقف. سنلعب بلعبة رمي الكرة؟ يقال إنها لعبة ممتعة جداً. بل إنها مملة، لذا لن ألعب معكم، بل سأكتفي بمراقبتكم من بعيد فحسب. إذن أنا سأبدأ، ما رأيكم؟ حسناً، هيا ابدأ. أصغوا، كان يا مكان في سالف الأزمان والأيام، في بلاد بعيدة كان هناك حاكم حكيم يشعر بالضجر كل يوم ولا يفعل في وقته سوى النوم أو اللوم. أشعر بالملل. وفجأة خطرت في ذهنه فكرة، أريد جنديا شجاعا لا يخشى نزاعا. فكان له ما طلب. أكمل يا كوكولي. جاء الحراس بالجندي الشجاع، فنظر إليه الحاكم من رأسه حتى قدميه، ثم قال له: أشعر بالملل، ساعدني على القضاء عليه يا جندي. ما هذه الألعاب؟ أرني حيلاً غريبة لم أرى مثلها في حياتي كلها. انصاع الجندي كوكولي الشجاع لطلب حاكم البلاد، وذهب لينفذ الأوامر والطلبات. أنا لم أتوقع أن يحين دوري بهذه السرعة. استقل الجندي سيارة الحاكم وانطلق بأقصى سرعته. لم تكن هناك سيارة يا دوتوت. عربة حصان، لكن لم يكن الجندي الشجاع يعلم ما الذي سيواجهه في رحلة بحثه. أجل، لم يكن الجندي الشجاع يعلم ما الذي ينتظره من مخاطر. ستكون هذه الرحلة أخطر بكثير مما يظن، ولحسن الحظ كان الجندي شجاعاً جداً. لم يكن شجاعاً البتة، وحين حل الظلام وعم الهدوء ظهر أمامه طيف غريب. لست من ضمن المشاركين. شاركت لأطفي جواً من الحماسة على قصصكم المملة. هيا أكمل القصة. اقترب الطيف إليهما أكثر فأكثر، وفجأة ظهرت فتاة جميلة برداء وردي جميل، وقالت للجندي ولصديقه: عما تبحثان في هذا الوقت المتأخر؟ استمعت إليهما بعناية وقالت: أنا أعلم أين ستعثران على هذا الشيء الغريب، لكن لن تستطيعا الذهاب وحدكما، فما تبحثان عنه مخبأ داخل صندوق خشبي صغير في قلعة ضخمة أقصى الغابة. ثم ظهر الحارس الوفي على الطيار. لنشاهد الصور. ما
رأيكم أن نكمل القصة؟ نعم، هذا أفضل. ممتاز. أنا لا أهتم بأمر قصصكم، لكن سأرى إلى أين ستصلون. أكملي تينكي. قد حان دوري الآن. استقل الجندي الشجاع وفتاة الغابة عربة الحصان واتجها إلى القلعة، فكانت المفاجأة في انتظارهما. وصل الحاكم الحكيم قبلكم. وكيف وصلت بهذه السرعة؟ سر المهنة ميسيفا. كلامك غير منطقي، كيف علمت بأمر الصندوق؟ أخبرتني الحاشية، ألست أنا الحاكم؟ لا تستخف بعقولنا رجاء يا مينكي، لأن الحاكم لم يخرج إلى أي مكان. الكرة بيدي، أي إنه دوري، وسأجعل الحاكم يشارك في البحث عن ذاك الصندوق. والآن صارت هذه الكرة بيدي وأنا سأكمل القصة. دخل الحاكم إلى القلعة فرأى ذبابة، ذبابة عجيبة تحرس الصندوق، فطلب المساعدة إلى فتاة الغابة، فلم تتوانى في مساعدته. ثم جاء الجندي والحصان. لا، لم يأتي. سأكمل لكم القصة. جاء الحارس الوفي ليبحث عن الصندوق بنفسه، وانضمت إليه الفارسة النبيلة لتساعده على ذلك، ومنعتهم من ممارسة أساليب العنف، وصادرت سيوفهم ورمتها. حان دوري، فأنا سأعثر على الصندوق الخشبي. لا، إنه دوري، فالحاكم من سيعثر على الصندوق. بل حارسه الوفي. ليس صحيحاً. الحصان الخيار الأفضل. كل منا يريد أن يكون بطل القصة؟ أنا سأعثر عليه. لا مينكي، أنا سأكون البطلة. ليروي كل منا النهاية التي تناسبه. موافق. حسناً. لكن لا تؤذي الذبابة. ظن الحارس الوفي أن العثور على الصندوق الخشبي أمر غاية في السهولة، لكنه اضطر إلى محاربة الذبابة والتصدي لنيرانها، ونجح في ذلك. بينما كان الحارس الوفي يقاتل الذبابة العجيبة، دخلت الفتاة القلعة. وحين وصلت فوجئت برؤية الحاكم وهو يستعد لفتح الصندوق. مينكي، خداعك أمر سهل. لم يتمكن الحاكم من فتح الصندوق لأن الحارسة النبيلة غيرت المفتاح، ثم أخذت الصندوق في أثناء غفلة الحاكم، وامتطت الذبابة وهربت بعيداً. لكنها لم تدري أن الحارس الوفي لها بالمرصاد، فاسترد الصندوق منها وبدأ بفتحه وهرب. وذلك أثار غضب الحاكم. هيا اترك، سأخذه أنا. تكمن المتعة في الطريق وليس في الوصول. أظن النهاية عادلة. صحيح كوكولي، المتعة في الطريق وليس في الوصول. كلامكم صحيح. تعلمنا درساً لن ننساه. بلا شك. وأخيراً عثر الحاكم على الصندوق وسافر به إلى بلاد بعيدة. هذا ليس عادلاً. بفرح العيد هيا هيا هنا أن نلقى، بوقت المرح يا رفقة، نبتهج نأكل سويا هنا لا تبقى. مع من نمرح كلي كلي كلي، مع من نفرح كلي كلي كلي، مع من نمزح كلي 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 كلي، مع من نمرح كلي كلي كلي، مع من نفرح كلي كلي كلي، مع من نمزح كلي 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 كلي. جاءنا النهار الأمتع، بفرح العيد هيا هيا هنا أن نلقى، بوقت المرح يا رفقة، نبتهج نأكل سويا هنا لا تبقى. مع من نمرح كلي كلي كلي، مع من نفرح كلي كلي كلي، مع من نمزح كلي 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 كلي، مع
ها هي ذي الطباخة الشهيرة تتذوق كعكة اليوم. أهي لذيذة؟ كوكولي، ماذا تريد أن تفعل بقرون الموز؟ حسناً، سأخبز كعكة الموز الإسفنجية. أريد خبز كعكة أيضاً، أشعر بطباخ في داخلي. وهل سبق لك أن خبزت كعكة؟ لم يسبق. إذن أعطي الخباز خبزه ولو أكل نصفه، فهذه مهمتي يا مينكي. ولكنني أريد أن أحاول. ألن تلتزم الطريقة؟ لا حاجة إليها. سأضعها في الفرن. هذا مكان الأطباق. وهذا الفرن. شكرا لك. تذوق كعكته ثم كعكتي لتكون النهاية مسكا. هل مذاقها لذيذ؟ لذيذ جدا. لذيذة مقبولة. رمية من غير رامن. ما رأيك أن نخبز كعكة أخرى وحينها سنحكم؟ موافق. سأضيف العسل. ستكون كعكتي ألذ من كعكتك. والآن الحليب. انتهيت. تناول كعكتي يا كوكولي، فتلك غير صالحة للأكل. لذيذة حقا، لا بأس بها. ما سر مذاقها اللذيذ؟ كعكة شهية. خبزت لكم كعكة لذيذة جدا. أفضل كعكة الشوكولا. لذيذة جدا، سأستمتع بها. مينكي خبزها. أنت طباخ رائع مينكي، سأجمعك بالطباخة المشهورة. اتفقنا؟ أمضيت حياتي كلها وأنا أصنع لكم الحلوى، لماذا لم تجمعني بالطباخة؟ ما هذا التمييز؟ سوف تأتي الطباخة المشهورة إلينا، هي وفريق التلفاز. سأذهب وأجهز نفسي للقائهم. وأنا أيضا يجب أن أكون في أبهى حلة. أنا الأجدر بلقاء الطباخة وليس مينكي. ليس أمامي إلا هذا الحل، سأتخلص من الكعكة. أخذتها من دون أن أقصد ذلك. أتريدون تذوق هذه الكعكة اللذيذة؟ سأتوارى عن الأنظار قليلا. سيصلون قريبا، كن على أهبة الاستعداد يا عزيزي مينكي. لكن أين هي كعكتك؟ قد اختفت، هل رأيتها يا تينكي؟ ماذا؟ أي كعكة؟ لماذا تلهثين تينكي؟ ألهث؟ لا، أنا بخير. حسنا لا بأس، سأخبز كعكة أخرى ستكون الألذ. قلت الألذ؟ مينكي. لا، لن أتعب، فأنا أحب خبز الحلوى. لم تترك لي أي خيار آخر. مينكي، لقد تبعثر شعرك. حقاً، سأضعها في الفرن أولاً. إنه جميل ومرتب. حظاً أوفر، ستقضي يومك في الحمام وسأخذ مكانك. ما الذي حدث؟ هاي تينكي، أنا في الحمام. أوهو، اصمت يا ضميري. وصلت الطباخة، ولكن أين ذهب مينكي؟ ماذا؟ لا أعلم، ربما لا يريد مينكي المجيء. قلت صوت موسيقى؟ لكنني لا أسمع شيئاً. أي موسيقى؟ نعود في وقت لاحق. انتظري قليلاً، ما رأيك أن تتذوقي كعكتي؟ وهذه كعكتي. لكن كيف خرج؟ سأتذوق الكعكة الثانية. رائعة،
لذيذة، لذيذة جدا. أحسنت منك، سأشتري الطريقة منك. جهز الكاميرا بسرعة، سنبدأ الآن بالتصوير. هيا أسرع. أجل سنستمتع كثيرا يا كوكولي. إلى ما تنظرون؟ لماذا رميت كعكتي على الأرض؟ أنت لست حقيقيا، أنا أحلم. هل تغارين من موهبتي؟ أنت، هلا خرجت من رأسي؟ أنت تغارين من موهبتي. أجل أغار، كف عن ملاحقتي. أنا أغار لأنك تفوقت علي في أول كعكة صنعتها. الأجدر بك أن تحسني موهبتك، أليس كذلك؟ آسفة، لقد أخطأت، أعتذر. فوجئت كثيرا برد فعلك تينكي. هل يستحق أمر الكعكة أن تؤذي أخاك؟ لا، لا يستحق، أنا أخطأت وأطلب السماح، فأنت على حق، أنا آسفة جدا، سامحني. لا تعتذري إلي، اعتذري إلى مينكي. حسنا، سأذهب وأعتذر إليه. مينكي، سأخبرك شيئا ما، أنا من أفسدت كعكتك، آسفة جدا، لكنني شعرت بالغيرة منك. أعلم تينكي، أعلم كل شيء. من قال لك؟ صديقي كوكولي انتبه عليك وبدأ بملاحقتك، رآك عندما أخذت أول كعكة. ورآني حين أقفلت الباب. أغنية جميلة. حاولت الهرب منك لكن خيالك لحقني. لم يكن خيالي. لماذا رميت كعكتي على الأرض؟ ظننت خيالك يلاحقني. كنت أمزح معك. هل ستسامحني وقد منعتك من أن تصير مشهورا؟ سأسامحك، فالاعتراف بالخطأ فضيلة وأنت اعترفتي، ولا تزال أمامي فرصة، فالطباخة تنتظر كعكتي الجديدة. لكنني جائعة، دعونا نأكل شيئا. حساء الخضار. ضع قليلا من الفلفل ولا تكثر من الملح. هل أحب طعامك؟ ما هذا الطعام منك؟ غاية في السوء. ليتني لم أتذوق. الطباخة على حق، رائحته غريبة. بالهناء والشفاء، يجيد منك خبز الحلوى وأنا أجيد الطهي. حان وقت تذوق طعامك منك. جاءنا النهار الأمتع، فيه نلعب ونعيد، نهدي فرحا لا يقل هذا الفرح، بفرح العيد هيا هيا هنا أن نلقى، بوقت المرح يا رفقة، نبتهج نأكل سويا ولا لا تبقى. مع من نمرح كلي كلي كلي، مع من نفرح كلي كلي كلي، مع من نمزح كلي 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 كلي، مع من نمرح كلي كلي كلي، مع من نفرح كلي كلي كلي، مع من نمزح كلي 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 كلي. جاءنا النهار الأمتع، فيه نلعب ونعيد، نهدي فرحا لا يقل هذا الفرح، بفرح العيد هيا هيا هنا أن نلقى، بوقت المرح يا رفقة، نبتهج نأكل سويا ولا لا تبقى. مع من نمرح كلي كلي كلي، مع من نفرح كلي كلي كلي، مع من نمزح كلي 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 كلي، مع من نمرح كلي كلي كلي، مع من نفرح كلي كلي كلي، مع من نمزح كلي 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 كلي. ليس بعد. ألا تراني يا ولد؟ سيجري الآن السحب لأجل مسابقة كوكولي. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في هذا البث الحي المباشر على الهواء للسحب لأجل الجائزة الكبرى. ترى من الذي سيحظى بهذه الجائزة؟ الفائز هو كوكولي. هيا هيا هيا، خرجنا كوكولي.
الفائز بالجائزة الكبرى، هذه جائزتك. مبارك لك الفوز. افتحها افتحها افتحها. رحلة إلى العالم. رحلة إلى العالم، رحلة إلى العالم، رحلة إلى العالم، رحلة. أجل، رحلة لشخصين، سيختار كوكو لمرافقا واحدا ليشاركه في الرحلة. مرافقا واحدا؟ هيا بنا نجهز حاجات السفر. لكن أنا الذي سأذهب مع كوكولي لأنني صديقه المقرب بلا شك، أليس كذلك؟ أنت مخطئ، أنا مقربة أكثر. صحيح كوكولي. إذا اصطحبتني فسأطفي جوا من المرح والمتعة على الرحلة. أرجوك فكر كوكولي. أعلم أنني لست مقربة إليك ولست المفضلة، ولكنني أود الذهاب معك. يجب أن تختار. واثق بأنك ستختارني، فلا تتردد. إنه لا يريد كسر قلوبكم. يجب عليه أن يفكر جيدا. لا يمكنني الصعود. كوكولي، أنت هنا؟ أين أنت؟ الظلام حالك. سمعت صوتا. أهلا بكم جميعا في مسابقة اختيار صديقي كوكولي المفضل. إليكم المشاركين في المسابقة، مينكي وتينكي وتوريكي وميسيفا ودوت دوت. كيف حالكم يا أصدقائي؟ هل نحن في منزل الشجرة؟ إنه كبير جداً. أهلاً بكم جميعاً. بعد أن التزم المشاركون أماكنهم، سنبدأ بمسابقة من صديق كوكولي المفضل. أنا. ماذا؟ لم نبدأ بعد؟ أنا كنت أجرب الزر فقط، إنه يعمل. هيا لنبدأ. سنعلم الآن من أجوبتكم من صديق كوكولي المفضل. حسناً، السؤال الأول، انتبهوا على الأسئلة جيداً. ما فصل كوكولي المفضل؟ الصيف. الشتاء. الربيع. بلا شك الخريف. يحب الصيف والشتاء والخريف والربيع. سؤال صعب جداً. ما فاكهة كوكولي المفضلة؟ الموز 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 الموز. هذا ممتاز. ما لون كوكولي المفضل؟ أصفر. التقاط الصور. كعكة الموز الإسفنجية. وصلنا إلى السؤال الأخير في هذه المرحلة، ولسوء الحظ أقصي ضدت من المرحلة الأولى. أنا لم أفاجئ البتة، فقد وصلت متأخرا وقد واجهت بعض الصعوبة. ثمة سؤال محير يخطر في ذهني، هل حقا هذا منزل الشجرة؟ وصلنا إلى المرحلة الثانية. إذا تعرض صديقك كوكولي لهجوم الديناصورات وكادت تأكله وكنت قريباً منه، فهل ستجرؤ على إنقاذه أو ستختبئ؟ إنه سؤال مخادع، فليس هناك ديناصورات. جواب خطأ، حظاً أوفر ميسيفا. لم أصب لأنني ظننته سؤالاً مخادعاً وليس له إجابة. سأعترف بشيء لكوكولي، حتى لو أقصيت. أرجو لك رحلة سعيدة. أقصيت ميسيفا. أرحب بكم في المرحلة الثالثة، عليكم تجهيز شطيرة لذيذة لكوكولي في 10 ثوان فقط. انتهى الوقت. تفضل كل شطيرة الموز والعسل. صنعت شطيرة الجبن مع البندورة والريحان. بالهنا. وأخيرا شطيرة توريكي. كوكولي، شطيرتي ألذ شطيرة. البطاطا مع البندورة وقطعة جبن والجرجير، ولا تنسى الخلطة الحارة. أقصي توريكي كذا. لا يحب كوكولي الطعم الحار. لا يحب كوكولي الحار؟ كيف لا يحب التوابل الحارة؟ لا يعرف طعم فمه أبدا. الحمد لله أنني أقصيت، لا أستطيع السفر مع فاقد للذوق مثله. المرحلة النهائية، هل أنتما مستعدان؟ السؤال هو، ما هو اسمك؟ ما اسمي؟ مينكي.
مبارك فوزك، إجابة صحيحة. الفائز العبقري منك استحق شرف مشاركة كوكولي في رحلته. قد فزت. أجل فزت. اسمي هو تينكي، كيف أنساه؟ لم أتوقع أن تكون الإجابة بهذه السهولة. خذ جائزتك منكي. أعطيتني تذكرتك؟ إنها جائزتك. حسناً، كما تشاء كوكولي، أنت صاحب القرار. إذن علي أن أقرر مع من سأذهب. مع من؟ الخيار صعب جداً. ماذا سأفعل؟ ربما لا، لن أختار. لا أريد الجائزة، بل سأقدمها إلى أختي تينكي. أستطيع الذهاب مع من أريد؟ مع من؟ كيف سأتخذ القرار؟ مرافقاً واحداً؟ لا أريد، خذيها ميسيفا. أنا لا أريد. لا أريد أيضاً. هاتها، سأخذ جائزة المسابقة وأسافر مع صديقي المقرب. سنزور العالم كله ونرسل إليكم الصور من هناك. يبي يبي يبي. كوكولي، لو لم تعطني التذكرتين لذهبنا معا من دون أن أضطر للاختيار. أعطانا التذكرتين متعمدا. أراد كوكولي أن تشعر بصعوبة اختيار مرافق واحد دون سواه. ليتنا نستطيع أن نذهب برحلة إلى العالم كلنا معا. الشمس سر الحياة على الأرض، فهي مصدر النور والبهجة. ما أحن أشعتها. ها، يتصل توريكي بنا. نحن في إجازتنا والطبيعة جميلة جدا. علي أن أغلق الآن. ما بك وترتني وأنت تلهث؟ اهدأ قليلاً. سأصور الغروب. أوشكت الشمس أن تغرب. ستشرق غداً، معلنة بداية يوم جديد. جاءنا النهار الأمتع، فيه نلعب ونعيد، نهدي فرحاً لا يقل هذا الفرح. بفرح العيد هيا هيا هنا أن نلقى، بوقت المرح يا رفقة، نبتهج نأكل سويا. بالغي، إنها حاجاتي. هل رتبت غرفتك؟ حاضر سأفعل. تقول حاضرا ولا تفعل. غرفتي وأنا حر بها. رؤية الفوضى تجعلني أتوتر. انظري إلى الصورة، إنها مرتبة. ما الذي تفعلينه؟ ليس وقت اللعب. قد كدت أفوز. لا ينقصني سواك. المصباح الذي أعطيتك إياه حطمته؟ كان على المنضدة ووقع بسبب الرياح. أنت مهمل، لماذا لم تنتبه عليه؟ لماذا؟ الرياح أوقعته. لا، أنت لم تصغي إلي. ولكن لا جدوى منك، ولد مشاغب وستبقى فوضويا طول حياتك. مينكي، أخفض الصوت. حسنا، لكن بعد أن أنتهي من الرقص. أوشكت أن أنتهي. اخفض صوت الموسيقى قليلاً من فضلك. نفذت طلب دوت دوت ولم تستمع إلي؟ سأخفضه بكل الأحوال. أصمت. أنت لا تهتم بأمري، ومن تينكي لتهتم بأمرها؟ أنا رجل كرسي، ليس لي أي قيمة. أمسح
امسك هذه بسرعة. لا أستطيع، فأنا مشغول. لكنها ستقع من يدي. قادم. هل سررت الآن؟ رأيتني كنت مشغولا. أتستطيع مساعدتي منك؟ مؤكد. انتهيت صديقي، شكرا لك. على الرحب. هل ستساعدني على الرسم بعد قليل؟ حسنا. مينكي، طلبت إليك المساعدة فقلت إنك مشغول. كنت مشغولاً والآن انتهيت. أتفضل مساعدة ميسيفا؟ طلبت ميسيفا المساعدة إلي بلطف، ليس بعنف. ساعد من شئت، هيا اذهب. تعالي معي. لا أريد، لدي كثير من الأعمال، أطنان وأطنان، لا أريد مساعدتك. وشكراً لك. لم يحترمني أمام الناس، لذا لن أحترمه ولن أساعده حتى وإن طلب المساعدة. هل نسي أنني أخته الوحيدة؟ سأجعله يندم على فعلته هذه. ها؟ كوكولي؟ أريد أن أسألك سؤالاً. صديقتي تشاجرت هي وأخوها وتريد أن تلقنه درساً لن ينساه طول حياته، أتعلم كيف؟ كيف تزعج الآخرين؟ الكتاب الذي أبحث عنه، أقصد أن صديقتي هي التي تبحث عنه. هل اتخذت قراراً لرجعة لك فيه؟ نعم أنا قررت. إذن عليك اتباع هذه الخطوات. الخطوة الأولى، هل أخوك فوضوي جداً؟ فوضوي؟ إذا كان أخوك كذلك فكل ما عليك فعله أن تزيلي فوضاه وتخبئي حاجاته في مكان بعيد. حينها سيبحث عنها في كل مكان ولن يجدها فسيغضب كثيراً. رائع! تينكي، أين أقلامي؟ لم أعثر عليها. لأنني رتبت الغرفة. أين هي؟ خبأتها في مكان بعيد. علمت أين. أختي تينكي، ترتيبك أنيق، عثرت على كل حاجاتي. شكراً، سأعصر البرتقال، هل تشربين معي؟ لا أريد منك أي شيء. حسناً كما تشائين، إلى اللقاء. لم يغضب البتة. لن تحصلي على نتائج مرضية من أول تجربة. حان وقت الخطوة التالية. حسناً، ساعدي أخاك على حل مشكلة يواجهها وانتظري رد فعله. لعبته على الجهاز اللوحي، إذا اجتزت المرحلة الصعبة فسيغضب علي وتبرد همته ولن يكمل اللعبة. فكرة رائعة. من لعب بهذه اللعبة واجتاز المرحلة الصعبة؟ أنا اجتزتها. مينكي، ماذا ستفعل؟ هل غضب؟ أختي الرائعة، شكرا جزيلا لك، كانت هذه المرحلة مملة جدا وقد ساعدتني على اجتيازها. صنعت محلولا مغذيا لأزهارك، خذي وجربيه في الغد. شكرا لك، لا أريد. حسنا. ترى لماذا يتصرف مينكي بكل هذا اللطف؟ لكن لن أسامحه. قد تحدث تأثيرات عكسية في بداية الأمر، هذا صحيح، لن أستسلم. تابعي قراءة الكتاب حتى النهاية. حان الآن وقت تنفيذ الخطوة الثالثة. أهدي شيئاً غالياً كثيراً عليك. ما هذا الطلب الغريب؟ ربما سيكون سعيداً في بداية الأمر ثم سيحزن لاحقاً. أخي مينكي، هذه لك. لي أنا؟ هيا افتحها الآن. وهذه الهدية لك يا تينكي. اشتريت هدية لي؟ سيخرج منها شيء يغضبني، صحيح؟ لا، انظري، ستفرحين بها. قلي، لماذا تعاملني بلطف؟ هذا مخالف لخطتي، سأذهب الآن. أظنه فهم أنني غاضبة عليه. يا إلهي، سأكمل قراءته وألتزم خطواته. حذاء تزلج وردي اللون، وقد أصلح المصباح. ما بك تينكي؟ ألم تعجبك؟ بلى، أعجبتني هديتك جدا. إذن لماذا تبكين؟ إنها دموع الفرح.
أعاملك كما تعاملينني. ليس صحيحاً، أنا لا أعاملك بلطف، بل اتبعت خطوات هذا الكتاب لكي أزعجك. حقاً؟ نعم، لماذا تضحك؟ يعلمنا هذا الكتاب كيف نوطد علاقاتنا. حقاً؟ لكن موضوعه لا يدل على ذلك منك. هل قرأت الموضوع كاملاً تحت اللصاقة؟ أتريد إزعاج الآخرين؟ أتريد قطع علاقتك بهم؟ لا تريد؟ إذن عاملهم بلطف وبادرهم بالإحسان. أي إنني كنت أكافئك من دون أن أعلم ذلك؟ هذا صحيح تينكي، كنت لطيفة معي وأنا كنت لطيفا معك، شكرا جزيلا لك. أعتذر لأنني أسأت الظن بك، سأتخلى عن أنانيتي. الآن صارت علاقتنا جيدة، صحيح يا أخي؟ بفضل هذا الكتاب. لكن من وضع اللاصق؟ هل لديك فكرة؟ صديقي كوكولي، أظنها أفكارك النيرة، أليس كذلك؟ أنا أعرفك جيدا. ماذا سنفعل الآن؟ هل نتزلج؟ أنا موافقة، وها هو ذا حذائي مهيئا. الخطوة الرابعة، أعطي أخاك النقود وإياك والمطالبة بردها. أجل أجل، في الأحلام، انتهيت. هيا بنا، من سيصل إلى الباب أولا؟ أنا. جاءنا النهار الأمتع، فيه نلعب ونعيد، نهدي فرحا لا يقل هذا الفرح، بفرح العيد هيا هيا هنا أن نلقى، بوقت المرح يا رفقة نبتهج نأكل سويا ونعيد. يرسل إليكم التحية لمشاهدتكم الحلقة. اشتركوا الآن في القناة ولا تنسوا تفعيل جرس التنبيهات ليصل إليكم كل جديد.